أه... طيب الصوت واضح يا شباب احنا هنبتدي دلوقتي حالا طيب أه... السلام عليكم يا شباب أه... يا رب تكونوا بخير معاكم كوتش حسام أه... ان شاء الله السيشن دي كسيشن تعريفيه نعرفكم على نفسنا ونسمع اسئلتكم حابب يسال في حاجه أه... هيكون في اخر السيشن طيب احنا في اوتلاين كده سريع اللي احنا هنقوله في السيشن ايه هي البرمجه التنافسيه اه وايه هي المسابقات اللي احنا هنشارك فيها وايه اصلا الهدف من التدريب بتاعنا اه واحنا ليه محتاجين البرمجه التنافسيه اه الصوت واضح بس معلش يا شباب الاول الصوت واضح ايوه تمام يا تمام طيب, اه طيب وايه اللي انت محتاجه عشان تكون كومبتتف اه بروجرامر او او متسابق وإيه التدريب بتاعنا بالتفصيل وإزاي تبدأ وإزاي مستواك يتحسن وإزاي تعلي الريت بتاعك أو مستواك والريت يعني هو بيكون مؤشر على مستواك تمام والكواليفيكيشن هي الخطوات اللي انت هتعملها علشان تتأهل من مرحلة للتانية انتوا حاليا في ليفل زيرو ومحتاجين ان انتوا تأهلهم لليفل واحد في كمان ليفل 2، فايه هي الخطوات اللي انت هتعملها علشان تتاهل والفلتره لان طبعا مش كل الناس هتكمل فبيكون في فلتره للناس اللي مش هتلتزم وهي كمان هيكون في حاجه اسمها بلاك ليست هنتكلم عن ده في النقطه دي واخر حاجه الاسئله وان شاء الله نجاوب عليها طيب اول حاجه ايه هي الكومبتيتيف بروجرامنج الكومبتيتيف بروجرامنج عموما او البرمجه التنافسيه هو ان انت بيتعرض عليك مشكلة آه، انت بتحاول تحل المشكلة دي، المشكلة دي بيكون فيها انبوت ومطلوب منها اوتبوت معين، يعني إيه؟ يعني آه بيكون عندك مجموعة من المدخلات وانت محتاج انك تعمل عليهم بعض العمليات علشان تديني ناتج معين، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا لو قلت لك هات مجموع الارقام من واحد لحد خمسة. فانت هتقول لي 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس 5 فهو بيساوي 15 وده الناتج اللي انا محتاجه. طيب لو 5 دي بقى اصبحت متغير، يعني قلت لك هات لي مجموع الارقام من 1 ل n، فانت محتاج تعمل خوارزميه او تعمل كود معين بحيث ان 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 انا لو غيرت n دي مهما كان هي ايه تديني ناتج صحيح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو قلت لك من 1 ل 6 تديني الناتج صحيح من واحد لعشره تديني ناتج صحيح وهكذا. طيب يعني ببساطه الكومبيتيتف بروجرامنج مشكله فيها انبوت وانت بتعمل الجوريزم وهو ده اساس الكومبيتيتف بروجرامنج اللي هو Data والداتا ستراكشر بوت تمام هنا مثلا زي مثال ان هو بيقول لك عندك اكس Y دول متغيرين وهو بيقول لك محتاج ان انت تطبع لي مجموعهم وضربهم وطرحهم. ففي المثال ده مثلا هو عطينا خمسة وعشرة فخمسة بلس عشرة بيساوي خمستاشر خمسة في عشرة بيساوي خمسين خمسة minus عشرة بيساوي سالب خمسة طبعا ده مش بيشتغل على ان اكس واي بس بيساوي خمسة وعشرة هو بيشتغل مهما كان اكس واي تمام فدي طبعا الموضوع مش بالبساطة دي يعني لكن قدام ده هيبان شوية بس ده كفكرة عامة يعني عن ايه هي البرمجة التنافسية طبعا احنا في البرمجه التنافسيه برضو بتكون عباره عن مسابقات لان هي برمجه تنافسيه اكيد مش هتتنافس مع نفسك برضو في شيء من التنافس مع نفسك ولكن الاهم ان انت بتتنافس في مسابقات. طيب ايه بقى هي المسابقات دي؟ المسابقه عموما في انواع كتير للمسابقات بس اهمهم او الـ أو, الـ او التدريب بتاعنا بيتارجتها هي مسابقه الاي سي بي سي ودي نوع من انواع المسابقات البرمجه التنافسيه. في انواع تانية زي هاكر كاب بتاع فيسبوك وفي بتاعت جوجل وفي مسابقات المدارس اللي هي الاي او اي او الاي او اي اللي هي الخاصة بمصر يعني طيب مسابقة الاي سي بي سي بتكون فيها برضو مجموعة من المراحل يعني احنا قلنا ان احنا في التدريب بتاعنا بنتأهل من ليفل 0 ليفل 1 وليفل 2 وهكذا طيب المسابقه دي تبقى آه بيكون فيها اربع مراحل طبعا مش شرط ان انت توصل لاخر مرحله عشان مثلا ان انت تكون كسبت المسابقه او كده يعني طيب اول مرحله هي الاي سي بي سي اللي هي ايجيبت Programming بروجرامنج Qualification. كواليفيكيشن الكواليفيكيشن دي بتبقى اول مرحله خالص ان انت بتطلع مع مجموعه من التمات في الجامعه الخاصه بيك يا جامعة دمياط وبتتنافسوا هناك مع مجموعه من الجامعات الاخرى ولكن تأهلك للمرحلة اللي بعدها ما بيعتمدش على مستوى الجامعات التانية بل بيعتمد على مستوى الجامعة بتاعتك انت بس وده بيتأهل كام او كل ده بيبقى بتبقى نسبة بيبقى عدد بيتحدد كل سنة تمام المرحلة اللي بعدها وهي الـ ECBC Finals ودي بتكون المرحلة النهائية في المسابقة المصرية اللي بيتاهل مننا بقى مثلا لو اتاهل من من الجامعه مثلا بتاعتنا ثلاث فرق فدول بيشاركوا في النهائي بيشارك طبعا من كل الجامعات فرق فبيكون مثلا وليكن في النهائي ده بيكون موجود 300 او 250 فريق برضو بيتاهل منهم نسبه للاي سي بي سي تمام الاي سي بي سي بقى اللي هي عرب اند أفريقيا العرب وافريقيا دي مسابقه بيجي فيها كل الدول بتشارك من الدول العربيه والدول الافريقيه زي مصر والكويت والسعوديه وهكذا بيتاهل من كل دوله نسبه معينه من الفاينلز برضو زي ما احنا قلنا ان هي بتت... بتتحدد كل سنه مين اللي هيتاهل يعني مثلا السنه اللي فاتت اتاهل خمسين فريق الفرق دي بتنافس في الاي سي بي سي وبرضه نفس الكلام نسبه برضو معينه اللي بتتاهل لو حد فيكم كان متابع او كان عارف ده فكان عارف ان الاي سي بي سي السنه دي كانت بتتلعب من يومين وفي فريقين من مصر او لا تقريبا اربعه كمان يتأهلهم للاي سي بي سي فريق تيران الهيجه وده اللي كسب الاي سي بي سي فاينلز وفريق سهله بس مش مستاهله برضه ده فريق قوي يعني طبعا بتوصل للاي سي بي سي ودي المرحله النهائيه ودي اقوى مسابقه برمجه تنافسيه في العالم تمام آه عاوز بس اوريكم يعني كده بعض الصور آه تتخيلهم يعني او تشوفهم شكل المسابقه ده بيبقى عامل ازاي دابل بوتشا ده بالبوتشا ده اللي عامل المسابقه دي او هو الكريتور بتاع المسابقه آه ده بيكون شكل القاعه اللي احنا موجودين فيها بيكون كل تيم كاف مكان زي ما انتم شايفين حاسس ان الصوت مش واضح. الصوت واضح تمام صوت والشاشه واضحين تمام؟ وطلين. تمام 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 طيب ده بقى بيكون شكل التيم في المكان اللي انتوا هتقعدوا فيه يعني بيكون ثلاثه التيم بيكون من ثلاثه برضو لو مش عارفين بيكون مكون من ثلاث اشخاص بيكون في كمبيوتر واحد يعني انتم بتفكروا في المسائل مع بعض انتم الثلاثه وفي النهايه بتقرروا انكم تكتبوا كود وتسلموه تمام بيكون ليه قواعد طبعا ان انت تخش جوه زي مثلا ما يكونش معاك اي اجهزه محموله او اي اجهزه الكترونيه طبعا مش انت اللي بتكون جايب مثلا معاك الكيبورد او الماوس او اللاب بتاعك بيكون في جهاز هناك طبعا زي ما انتم شايفين انت بتلبس تيشيرت كلنا بنلبس نفس التيشيرت وبيكون معاك اي دي هناك طيب دول مثلا ده فريق فاز في اي سي بي سي برضو ده فريق اي سي بي سي بردو كده يعني دول كل دول آه بياخدوا الكاس او اللي او اللي بيجيبوا المركز الاول آه طبعا بيكون في اكتر من ميداليه ذهبيه مش بيكون في ميداليه ذهبيه واحده بس ولكن بيكون في تشامبيون واحد بس آه وهو ده اللي بيجيب المركز الاول طيب او نتكلم عن الاي سي بي سي او المسابقه العربيه والافريقيه ده بيشارك فيها مجموعه من الدول زي ما انتم شايفين آه مصر وقطر والكويت والمغرب وعمان وكل الدول العربيه او مش كلها عموما يعني بس يشارك عدد يعني من من الدول اللي بيستضيف المسابقه دي هي الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا دي موجوده في السنه اللي فاتت تقريبا على ما اتذكر كانوا خمس اماكن في مصر وسته بره مش عارف ده زاد ولا لا دلوقتي مسابقه الاي بي سي غالبا بتكون في اسكندريه في الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والاي سي بي سي غالبا يا اما بتكون في شرم الشيخ او بتكون في الاقصر تمام تمام أه حابب برضو اقول لكم عن تجربتنا في الـ في الاي سي بي سي احنا بدانا الكوميونتي بتاعنا من سنتين أه اول مره ده كان كان التيم اللي موجود كان قليل طبعا قليل جدا احنا كنا أه 14 فريق بس وده كانت نسبه قليله ان نتاهل مننا عدد أه دي كانت هناك في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ولكن الحمد لله قدر إن يتأهل مننا فريق وكان في التوب 10 وده فريق ذا بوينترز بالمناسبة. ولكن السنة اللي بعدها دخلنا ب 32 فريق وقدرنا إن إحنا نعمل أداء أحسن، إحنا السنة اللي قبلها ما كانش يتأهل مننا غير فريق واحد. في السنة التانية اتأهل مننا ثلاث فرق وكانت كان عضوميات عاملة أداء جامد جدا في الستاندينج فإحنا كان عندنا أربع فرق في التوب 10. وفريق سي فور تشامبيونز حصل على المركز الاول من 250 فريق كان في المركز الاول في يوم الكواليفيكيشن واحنا برضو بنوفر لكم تدريب اوفلاين ده بيكون موجود في الجامعه علشان برضو ايه نعيش الجو بتاع المسابقه تمام تمام احنا ليه بقى محتاجين الكومبتيتيف بروجرامينج اول حاجه ان الكومبتيتيف بروجرامنج بتخلي عندك هاي ليفل مستوى عالي جدا في البروبلم سولفينج سكيلز آه هو لو البروبلم سولفينج هو عموما آه حل المشكلات اللي هو برضو يعتبر هو الكومبتيتيف بروجرامنج ولكن الكومبتيتيف بروجرامنج بشكل آه معقد اكتر يعني مش معقد اصعب اكتر وبرده ان هو كمان بيخليك تشتغل آه في فريق اللي هو التيم ورك طبعا سيلف ليرنينج لان انت غالبا هتتعلم لوحدك يعني انت انت خلاص خرجت مثلا وصلت ليفل 2 وخلاص وصلت اعلى ليفل فانت برضو بتبدا ان انت تشتغل لوحدك وتتعلم من نفسك سواء حتى وانت في ليفل 0 برضو دلوقتي لازم تبدا تشتغل على نفسك اه كمان حاجه ان ده بيكون مطلوب في الشركات الهاي ليفل الشركات اللي مستواها عالي جدا زي الشركات اللي بتطور تكنولوجيز زي واوي وكل ده و برضو هنعرف حاجة قدام بمناسبة الشركة دي طيب ايه بقى اللي انت محتاجه علشان تكون كومباتيتف بروجرامر ودي تقريبا اهم حاجة طيب اول واهم نقطة او مش عاوز اقول اهم نقطة عشان في ناس بتتضايق بس هو الماس غالبا لو معظمكم كان بدا قبل ما يخش مثلا الكليه او او قبل ما يجي التدريب ده كان بدا في تراك او اي حاجه او او كان بيشوف فيديوهات الناس على يوتيوب او كده فغالبا بيقولوا ان الرياضيات مش مهمه جدا بالنسبه للبرمجه هو ده حقيقي يعني انت لو لو انت هتبدا في مسار او حاجه فيعني نسبه معرفه معرفتك للرياضيات مش شرط مش بالضروره يعني ان هي تكون كبيره جدا ولكن بقى في الكومبتيتيف بروجرامنج فغالبا الماس هي اللي بتفرق المتسابق المتميز عن المتسابق اللي مش متميز دي بتكون نقطه فاصله جدا وهي الرياضيات اه انت ممكن توصل تكون ان انت اكسبيرت ويكون مستواك عالي جدا ممكن كمان تبقى تقرب انك تكون ماستر من غير ما تكون كويس جدا في الرياضيات ولكن المستويات اللي بعد كده والمستويات اللي عاليه وهتفهمهم بعدين او هتفهمهم دلوقتي يعني ايه هي الليفلات اللي ممكن تكون موجوده تمام فالماس ضروريه جدا وده هنحاول نوفره لكم باذن الله تاني حاجه وهي الداتا ستراكشر اند الجوريزم ان انت بتتعلم داتا ستراكشر والجوريزم وثالث وي... حاجة اللي هي الامبلمنتيشن اه... الالجوريزم أول هو طريقة حلك للمشكلة أو طريقة أنت فكرت عندك مشكلة فأنت فكرت في مجموعة كده من الخطوات علشان تحل بقى المشكلة دي اه... زي مثلا الحاجات اللي بتقابلنا في يومنا اللي هو أنت مثلا عاوز إن أنت تروح الجامعة فالخطوات اللي أنت بتعملها إن أنت بتصحى من النوم اه... بعد كده بتغسل وشك بتفطر اه... بتشوف هتركب منين لفين وهكذا لحد ما تروح الجامعة ده اسمه الجوريزم انت بقى عاوز تطبق ده في عالم الكمبيوتر فبيحتاج الامبلمنتيشن ان انت تتواصل مع الكمبيوتر وتكتب الفكره بتاعتك وده مهم جدا عشان الكمبيوتر يقدر ينفذها وده الامبلمنتيشن زي ما قلنا، حاجه كمان محتاج ان انت ما تكونش قاسي على نفسك شويه احنا في التدريب ده هيكون موجود معاكم ناس من السنين اللي فاتت فمش بالضروره انك تقارن نفسك مقارنه غير عادله خلي المقارنه عادله شويه تمام؟ طبعا آه انت هنا مهم ان انت تقارن نفسك بغيرك مش زي بقيه الحاجات مثلا تقول لك انت, انت قارن نفسك بنفسك واه هتقارن نفسك بنفسك بس برضو لازم انت تقارن نفسك بغيرك ومستواك يتحسن عنهم اللي ما كانتش كومبتيتيف بروجرامنج تمام التدريب بتاعنا بقى وايه اللي هنوفره بالنسبه للحاجات اللي احنا قلناها اللي فاتت دي اول حاجه انت هيكون عندك كل اسبوع سيشن بتشرح توبيك معين او الجوريزم معينه او تكنيك معين وللعلم السيشنز دي هتكون بلغه سي بلس بلس واللي متعلم مثلا لغه زي بايثون او ماشي فيها فده كويس جدا برضه عادي هيعرف يشتغل ولكن الافضل انك تتابع السيشنات دي وتحاول ان انت تظبط نفسك في سي بلس بلس وده افضل ليه؟ هقول لك آه معظم الحاجات اللي بتكون مشروحه على النت بتكون بلغه سي بلس بلس وغير كمان ان هي اسرع بكتير جدا تقريبا 20 ضعف آه تمام والداتا ستراكشر بتاعتها برضو بتكون ااا اه اكتر وفيها داتا ستراكشر اكتر من اه من بايثون بايثون يعتبر ما فيهاش داتا ستراكشر ف اه مهم جدا انك تتعلم سي بلس بلس دي اول حاجه احنا موفرها في السيشنات اه اللي هي السيشنات الاسبوعيه تاني حاجه وهي الشتات الشتات دي بقى بتكون تطبيق على السيشن اللي انت خدتها فبيكون عندك عدد معين من المسائل انت ملزم انك تحله كله تمام تمام آه بتكون آه المسائل دي بتناقش او بتحتوي على الحاجه اللي انت اتعلمتها في السيشن فانت بتقعد آه تدرب نفسك عليهم في الشيت تمام بعد كده بيكون في سيشن آه سيشن براكتس براكتس دي آه بنحل فيها بيخش مينيتور برضو زي اللي صرح زي اللي شرح السيشن آه مثلا فبيحل معاك المسائل اللي ما اتحلتش من عدد معين في الشيت وبرضو بي بي بيكون في فورم لو في مسألة أنت ما عرفتش تحلها فأنت بتبعتها والمونيتور بيشرح المسائل دي تمام بعد بقى أما تاخد السيشن و بعد ما تاخد السيشن وبعد ما تحل في الشيت وبعد ما تحضر البراكتس بيكون في كونتست أو مسابقة المسابقة دي بقى مش بتكون بنفس نظام مسابقة الـ ICBC دي ممكن بتكون غالبا هتكون أونلاين بيكون تطبيق على اللي انت خدته ولكن بشكل تنافسي فانت مش فانت بتكون ملزم بوقت معين يعني مثلا الكونتس دي هتبدا الساعه 6 هتنتهي الساعه 8 بتنافس فيها بتنافس بقى او الرانك بتاعك او المركز بتاعك بيكون على حسب ايه فده بيكون على حسب اول حاجه عدد المسائل اللي انت حليتها ثاني حاجه الوقت اللي انت حليتهم فيه يعني لو انت حليت اربع مسائل في أه نص ساعه وغيرك حل اربع مسائل في أه ساعة فأنت بتكون أعلى منه في الرنك. طيب طبعا هو لو حل خمسة لكن في وقت أكتر منك بكتير هو بيكون أعلى منك في الرانك لأن الأولوية أول عدد المسائل ده برضو هتفهموه بشكل مفصل بعد كده بيكون في كونتست ابسول المسائل اللي انت ما عرفتش تحلها في المسابقه احنا في مينوتور هيشرح هيشرح المسابقه كامله بشكل كامل وهيشرح فكره كل مساله فيها. حاجه كمان هتكون متوفرة في التدريب أن أنت هيكون معاك سبورتر السبورتر ده مسؤول آه أنت مسؤول منه تمام؟ آه هو مسؤول أن هو يوجهك آه سواء واجهتك مشكلة تقنية أو غير تقنية مشكلة تقنية مثلاً آه زي ما عرفتش تحل مسألة معينة في حاجة ما أنتش فاهمها كده فوقتها هو بيساعدك أو مشكلة مثلاً زي ما أنت ما عرفتش تخش جروب معين أو أي نوع من أنواع المشاكل دي اخر حاجه وهي اليوتيوب تشانل احنا في قناه لاي سي بي سي دمياط هيكون عليها كل السيشنات اللي بتتشرح اسبوعيا في موجوده على اليوتيوب والسيشنات اللي فاتت كمان وبرده تقدر تشوف السيشنات بتاعه الليفلات الاعلى منك يعني تقدر تشوف سيشنات ليفل 1 وتقدر تشوف سيشنات ليفل 2 عادي جدا مفيش حاجه بتمنعك ان انت حتى انك تحل في الشيتات بتاعتهم برده هيكون في مراقبه للاشخاص اللي بنلاحظ مستواهم بيتحسن بشكل افضل يعني فدول يكون لهم مراقبه خاصه ومتابعه بحيث والله ان انت لو مستواك معدي مثلا انت عارف لا تحل الشيت ده واللي بعده واللي بعده ومش محتاج ان انت تحضر السيشن فوقتها بيتعمل لك متابعه خاصه بس لازم تتواصل مع المينيتور بتاعك برضه. تمام ازاي تبدا بقى؟ اول حاجه احنا عاوزين هنحل شتات قلنا احنا هنحل شتات طبعا هنحل شتات فين نحل شتات على كود فورسز وهنخش مسابقات على كود فورسز اللي ما يعرفش كود فورسز ده يا جماعه فده من اشهر المواقع للكومبيتيティブ بروجرامنج وبرده للبروبلم سولفينج وكل اللي انت هتحتاج تعمله ان انت تعمل اكونت على كود فورسز هنشوف دلوقتي ايه ازاي نعمل اكونت على كود فورسز ثانية. الشاشه واضحه يا شباب لما فتحت المخفي ايوه تمام واضحة يا باشمهندس تمام تمام واضحة تمام طيب يا شباب ده شكل موقع كود فورسز هو كل اللي بيفتحه في الاول مش بيبقى متعود على شكله بيبقى شايفه مش مش احسن مش احسن حاجة تمام طيب بس بعد كده هتتعودوا عليه اصلا ما عادش هتتعودوا على المواقع الثانية طيب انت بتيجي هنا عند كلمة ريجستر هنا هنا موجودة فوق ريجستر وقتها بتكتب الهندل او اليوزر نيم بتاعك هنا آه وليكن مثلا آه والايميل تحط الايميل والباسورد والباسورد اللي بعده وتسجل وقتها يجي لك رساله تاكيد على الجيميل و آه... وعني... وقتها يجي لك رساله تاكيد على الجيميل وقتها كده عندك اكونت على كود طيب ده كده هنحاول ايه نشرح كل حاجه موجوده فيه بالظبط اول حاجه انت اول ما تفتح هيظهر لك الواجهه دي باستثناء لا تمام هيظهر لك ده بالظبط اللي هي البروفايل والسيتنج والليست دي مش هتكون ظاهره عندك في الاول والبلوج والتيمز والسبمشنز والجروبس والكونتست وبرده دي مش هتكون ظاهره عندك طيب اول حاجه إيه انك تعدل الصوره بتاعتك هتعدل الصوره بتاعتك من هنا بيبقى في تشينج فوتو فانت بتضغط هنا وبترفع الصوره اللي انت عاوز تعدلها وكده بتكون عدلت الصوره بتاعتك نيجي بقى للحاجات المهمه تعال نخش على السيتنج السوشيال آه هنا بيبقى اسمك واسم آه باباك واسم العيله وهكذا انت عاوز تحط الاسماء حط عادي مش لازم تحط الحاجات بالظبط يعني هنا بقى بتضيف الـ الـ البلد اللي انت منها زي هنا مثلا هضيف ايجيبت في مصر والمدينه مثلا ضميطه وهنا ضميطه يونيفرستي لما انت بتعمل كده تمام فمثلا لو فتحت عندي فده اتغير انا لو ضغطت على ضميطه يونيفرستي هنا فيظهر لي مجموعه كده من الناس دول اللي موجودين معانا في الجامعه تمام هم برضو موجودين في نفس في نفس الكوميونتي اللي احنا فيه اللي هو ضميطه يونيفرستي تمام 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 آه حاجة تانية بقى ازاي تخش الجروبات انت بتيجي هنا عند جروبس احنا هنبعت لكم لينك الجروبات دي عموما آه انت هتفتح الجروب بيكون آه موجود عندك هنا جوين يكون موجود عندك هنا بدل المغادرة بيكون عندك ايه انضمام تمام فانت وقتها بتضغط انضمام وبتنضم للجروب الجروب ده آه بيبقى فيه كده بتيجي عند اللي هي التاب اللي اسمها كونتست بيبقى موجود آه دول كونتستات أو شتات بقى على حسب أنت في جروب إيه فأنت هنا بتضغط إنتر كأنت دخلت على الشيت ثواني أنا هحاول أجيب لكم أحاول أجيب لكم جروب شتات مثلا ده فمثلا ده الشيت الأول تمام دي مسائل أه وليكن أنت بتفتح المسألة الأولى ده عشان تسميكت الكود بتاعك بيكون موجود هنا البروبلمز لو ضغطت على البروبلمز دي هتشوف البروبلمز اللي كانت مفتوحه هنا سبميت كود ده بقى وقتها انت بتسلم الكود بتاعك يعني انت خلاص قرات المساله وعاوز تسلم الكود فانت هنا بتختار الكومبايلر اللي انت شغال بيه زي مثلا لو انت شغال بايثون فانت بتختار مثلا باي باي اللي هو 3 ده ولو انت شغال سي بلس بلس فانت بتختار ده وبتختار البروبلم وليكن مثلا البروبلم الاولى وبتعمل سبميت تمام تمام ازاي بقى اصلا بتقرا البروبلم فوالله بيكون عندك هنا ده الاسم ودي وقت انت ملتزم بيه مش ملتزم بيه في الوقت الفعلي يعني ملتزم ان الكود بتاعك يشتغل في وقت اقل من الموجود ده او يساويه وده برضو الميموري اللي انت ممكن تاخدها او تستهلكها انت بتبدا هنا انك تقرا المساله هو بيشرحها لك بيوضح لك بيقول لك محتاج عندك مثلا هات لي مجموع الارقام من واحد لحد ان وبعد كده هنا بيقول لك الانبوت بيقول لك ان دي مثلا ممكن يبقى اخرها كام يعني هو بيديك ان انا قلت لك هات لي مجموع الارقام من واحد لان قلت لك ان اكبر ان ممكن اديها لك في التستات اللي انا عاملها دي ممكن تكون 10000 فانت بقى وقتها بتعرف من هنا الحته دي اللي هو الانبوت الاوتبوت بقى شكل الانبوت اللي انا عاوزك تطبع لي بيه علشان الـ الموقع او الـ او الجدج يقارن بين اجابتك والاجابه الصحيحه تمام فمثلا انا قلت لك هات لي مجموع الارقام من واحد لخمسه ومجموع الارقام من واحد لسته ومجموع الارقام من واحد لسبعه وتطبعهم لي على سطر واحد او تطبعهم لي تحت بعض ده على حسب بقى ايه اللي هيتطلب منك طيب اللي بيكون موجود عندك هنا دي اللي هي الاكزامبلز بيكون عندك موجود اكزامبلز للانبوت والاجابات بتاعتهم يعني مثلا بافتراض سيبك من اللي هنا بافتراض مثلا ان هنا كانت ال ان بخمسه فالاجابه هنا تكون 15 وبتكون هنا يعني مثلا دي اجابه التست الاول وده التست الثاني وده التست الثالث تمام كده يا شباب بعد ما بتقرا المساله وبتفهمها بيكون عندك على الايديتور وبرضه هتتعلم يعني هيكون في السيشنات ازاي تحمل ايديتور وتشتغل بعد كده بتعمل سبميت كود هنا بقى بيجي لك انت جبت Accepted ولا لا؟ Accepted يعني الحل بتاعك صح تمام موافق كل حاجه يعني مفيش تيستات وقعته يعني مثلا ما قلتلكش هات لي مجموع الارقام من واحد لخمسه رحت انت طبيعي لاربعه فوقتها ده اجابتك غلط او ما عداش ال... ما عداش الوقت اللي محطوط في المساله يعني مثلا ما عادش في رن 11000 سنه فاهم فوقتها ده بيجيب تايم ليميت مثلا او ما جابش ميموري ليمت يعني انت جبت كل حاجه في العالم وخزنتها في الكود بتاعك في الميموري فوقتها ده جيب ميموري ليمت في بعض الحاجات الثانيه هتتعلموا ده بالتفصيل يعني لكن انا ايه بحاول اديكم نبذه كده مختصره طيب التاب دي بقى دي تاب الاستاندنج هنا بيكون الرانك بتاعك يعني مثلا هنا اللي حلل 17 مساله ده هو جايب الاول تمام واللي حلل 14 جايب الثاني وهكذا ده الرانك بتاعك وده المسائل ودي المسائل فهنا مثلا دي المساله الاولى اه حلها في الوقت ده ودي المساله الثانيه حلها في الوقت ده ده ما حلهاش وهكذا اه بلس 2 دي يعني جاب فيها غلطتين سواء بقى رونج ولا تايم او ايا كان الحاجه اللي وجبها بس يعني ما سلمهاش من اول مره سلمها من المره الثالثه تمام طبعا تيم السبورت هيتواصل معاكم اه لو واجهتم اي مشكله بالنسبه لكود فورس اه بالنسبه بس كمان في حاجه بس عشان كله بيحتار فيها اول ما بيخش مش عارف ايه ممكن هنا مثلا هنا علامه النجمه دي هي علامه الاد يعني انت لو عاوز تعمل اد لحد تضيفه عندك عشان يظهر مثلا عندك في الاستاندنج فبتضغط على النجمه دي عشان بس ما حدش يقعد يلف كتير طيب وبيظهر الاصدقاء اللي عندك من هنا دول الاصدقاء مثلا اللي موجودين عندي تمام تمام طيب عاوز برضو في كام حاجه كده اقولها لكم هنحاول ماشي هي دي مش هتكون باينه عندي عشان انا هنخش مثلا عند حد زي هنا طيب كود آه... فورسز او او كود أو... فورسز عموما او اي منصه برمجه او اي منصه برمجه تنافسيه بيكون ليه ريت الريت ده بيكون مكتوب هنا يعني مثلا الشخص ده تقييمه 3598 ده حاصل على لقب لجندري جراند ماستر يعني استاذ كبير اسطوري انا مثلا هنا 1242 بيوبل تمام؟ طيب ايه بقى هي الليفلات اللي انت بتعدي بيها؟ انت بتعدي على ليفل البيوبل قصدي النوبي ده اللي هو اول حاجه اللي تحت الرمادي ده ده النوبي وده بيكون من زيرو لحد 1200 بعد كده بتخش على البيوبل وده بيكون من 1200 ل 1400 بعد كده بتخش على السبيشالست وده بيكون من 1400 ل 1600. بعد كده بقى بتخش على ليفل الاكسبرت وقتها الموضوع بيبدا يبقى صعب جدا. آه بيكون من 1600 ل 1900 وطبعا ده بيطلب مجهود كبير جدا عشان تعرف تخرج من الليفل ده. وقتها بتخش بقى على ليفل الكانديديت ماستر. ماستر محتمل يعني يعني في احتمال انك تبقى ماستر في يوم من الايام. طيب آه بعد كده بتخش على الماستر بعد كده بتخش على الانترناشونال ماستر، بعد كده بتخش على الجراند ماستر، بعد كده انترناشونال جراند ماستر، بعد كده الليجندري جراند ماستر، للعلم ان ما فيش غير 50 واحد بس في العالم هم اللي الليجندري جراند ماستر. تمام؟ تمام. طيب. أه... خلينا نرجع تاني. هنا طيب. الصوت واضح يا شباب؟ كان اللي فات واضح؟ واضح يا باشمهندس. تمام. آه... تاني حاجه بقى ان انت تدخل الجروبات وده هيتواصل معاك تيم السبورت هيبعت يعني لكم لينكات الجروبات عشان تخشوها على كود فورسز و آه... وكده تكون انت عرفت هتبدا منين طيب ازاي بقى تحسن مستواك تحسن مستواك فانت هتحتاج ان انت تقرا بعض الكتب اللي هنرشحها لكم آه... هتكون كتب مناسبه جدا يعني في البدايه وهتحتاج ان انت تشارك في مسابقات في حاجه بقى كمان ما لكمش على كود فورسز كود فورسز في جزء هنا اسمه كونتست الكونتست آه ده بيبقى فيه مسابقات آه بيبقى عاملها مجموعه مثلا يعني مثلا هنا في جراند ماستر عامل مسابقه فانت بتخش على المسابقه دي بتعمل انتر آه بيبقى جاي مثلا يعني هنا مثلا في آه كود فورسز راوند بعد 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 48 ساعه مثلا فانت بتعمل ريجستر بتسجل في المسابقه كده انت هتعرف تشارك وقتها لما كنت يجي معادها انت بس بتضغط انتر ووقتها بتبدا بقى انك تسلم المسائل وهكذا. انت مثلا لو جبت رانك حلو فده بيتحسب لك برفورمانس اه معين وبتاخد ريت معين. تمام؟ جبت رانك وحش نفس الكلام بتقل في الريت وهي ده بقى الفكره ده اللي بيغير الريت بتاعك على كود فورسز. فانت هتكون افضل لو انت بتشارك في المسابقات دي كتير. تمام؟ تمام. تاني حاجه بقى انك تشوف قنوات اليوتيوب وتتعلم من نفسك يعني فبرضه انا لكم بعض قنوات اليوتيوب الكويسه او كويسه جدا الناس اللي جندر جراند ماسترز الناس دول زي اللي انا وريته لكم كده اللي هو الناس اللي تقيمها فوق ال 3000 بيبقى عندهم قنوات على اليوتيوب فدي حاجه مفيده جدا ده يعتبر كنز موجود ان انت تتفرج على الحاجات دي تمام وبرده زي ان انت اه تحضر السيشن قبل ما يتشرح من الكتاب ده ممكن نعرفكم الكتب مثلا اللي احنا بنحضر منها فوقتها انت تحضر السيشن برده ولو في حاجه ما انتش فاهمها فتسال المنتور بتاعك ده يحسن مستواك بشكل كويس. طيب بروبلم سيت اند ريتنج بقى في برده على كود اه فورسز في اه تاب كده اسمها بروبلم سيت بروبلم سيت دي بيبقى فيها كل المسائل اللي اتوجدت في الكونتستات اللي انا وريتها لكم قبل كده تمام انت بتفتح الكونتس دي بتفتح البروبلم ست دي اقصد وبما انك لسه مبتدئ فانت بتفتح رينج من 800 لحد 1000 فانك لسه بادئ فانت مثلا هترتبهم من الاسهل وتبدا تحل المسائل بالشكل ده انت كده بتتدرب يعني مثلا لو تعالوا نفتح مثلا اول مساله هنا آم... تعال مثلا مش عارف لسه مش هقدر اقرا كل ده بصراحه ف آم... ولا اقرا كل ده ما علينا المهم ان انت بتفتح المسائل دي وبتبدا تقرا الاستيتمنت بتاعتها تمام وتشوف هي بتقول ايه وتبدا تعمل كود وتسلمه انا مثلا مسلم دي ده الكود بتاعي تمام وهو عدى كل التستات التستات دي يا جماعه مش بس اللي موجوده هنا في تستات ثانيه انت مش بتشوفها وفي المسابقه كمان انت مش بتقدر تشوف التيست اللي انت وقعت فيه لكن هنا مثلا تقدر تشوف كل التستات بعد المسابقه بتقدر تشوف كل التستات فدي مثلا تستات كتير بيختبر الكود بتاعك وبيقارنه مع إجابة هو عاملها وبيشوف طيب تعال نتكلم كده ايه شويه بالمنطق انت دلوقتي واحد آه لسه بادئ تقييمك زيرو عايز تقييمك يزيد ومستواك يعلى آه فانت محتاج ان انت تتعلم توبكس معينه علشان تعرف تحل مسائل معينه بتتطلب توبكس دي فده اللي احنا هنقدمه لك في التدريب طيب آه هل ده لوحده هيكون آه كافي؟ هو اه ممكن يكون كافي يعني ممكن تقدر تطلع بيوبل او آه او او حتى تبقى 1100 او كل الكلام ده، لكن لو عاوز مستواك يزيد فده اللي انت هتعمله، انت مثلا عاوز تقييمك يكون 1200 آه فانت وقتها بتفتح المسائل ال 1200 وبتفضل تحل فيها شويه او بتفتح رينج معين مثلا وليكن من من 1000 ل 1200 تفضل تحل المسائل دي تمام؟ ده هو اللي هيزود مستواك. تمام في حاجه كمان ان انت تشارك بشكل وهمي في الكونتستات يعني ايه يعني والله جات مثلا كنت دي الساعه 4 ونص وانت فوتت الميعاد ما عرفتش تشارك فبكل بساطه بتستنى بعد لما كنت دي تخلص وبتضغط على فيرتشوال دي دي تمام بتخش هنا بتحدد الوقت اللي انت عاوز الكونتست بتاعتك تبدا فيه من هنا وبتتك ريجستر وقتها بتستنى عادي والكونتست بتبدا وبتشارك بالنسبه للرانك بتاعك فانت بتبقى وكانك كنت مشارك في الكونتست بالظبط ولكن مش بتاخد ريت يعني مش بيتحسب لك ريت وبتزيد وكده انت بس ايه بيبقى زي تدريب كده وبتعرف بس الرانك بتاعك عشان تحسن من نفسك اخر حاجه بقى ودي اللي شايفها اهم برضو وتعتبر كنز وهي التوتوريال انت لو دخلت هنا في الكونتستات ودخلت مثلا فتحت اي كونتست عشوائيه زي دي آه، وهتلاقي هنا كده تحت هنا تحت هنا في مكتوب توتوريال لو فتحت التوتوريال دي هتلاقي مثلا للمساله الاولى في توتوريال شارح المساله بالظبط شارح فكره الحل كل سطر من دول مش سايب فتوته كل حاجه من دول مفهماك كل حاجه بالظبط طبعا برضو ده مش بيكون موجود والمسابقه شغاله ده بيكون بعد ما المسابقه ما بتخلص وكمان بيبقى عارض عليك الكود تمام طبعا في استراتيجيات كتير قوي ان انت تحسن مستواك و... وتتقدم يعني ولكن خلينا نقول ان ده في البدايه ان انت تفتح رينج معين من مثلا 800 لحد 1000 وتبتدي تحل فيه عدد مسائل لحد ما تلاقي ان انت بدات تحل بسرعه وبدات تحل صح والسرعه مهمه جدا في الكومباتيتيف بروجرام تمام آه طيب الكواليفيكيشن بقى وازاي تتنقل من مرحله لمرحله في التدريب بتاعنا اول حاجه ده بيعتمد على عدد المسائل اللي انت حلتها في الشتات يعني ايه يعني اللجنه العلميه بتتفق على عدد معين من المسائل الشخص مش هيقدر يتاهل لل... للليفل اللي بعده غير لما يكون ع... حالل العدد ده. تمام يعني مثلا بافتراض ان الشيت كان 30 مساله فاحنا مثلا بنقول ان هو مش هيتاهل غير لو حالل 25 مساله. وبرده حاجه كمان هو الرانك بتاعك في الكواليفيكيشن كونتست في المسابقه التاهيليه. يعني احنا مثلا بنحدد ان اللي هيحل 10 مسائل او هيجيب رانك معين فده هيتاهل للليفل اللي بعده. بعد كده حاجه كمان بيعتمد عليها التاهل بتاعك وهو حضورك للسيشنات، كل واحد ليه عدد معين من السيشنات المتفرقه والمتتاليه. يعني ايه؟ يعني انت لو غبت سيشنين ورا بعض فوقتها مش هتتاهل. تمام. اخر حاجه بقى وهي الفلتره. الفلتره برضو دي بتعتمد على عدد معين برضو في مسائل الشتات ولكن ده مش نفس العدد اللي هو موجود في الكواليفيكيشن وفي فرق بين انك تتفلتر وانك ما تتاهلش يعني لو انت حليت ال 25 مساله اللي قلنا عليهم الشخص يتاهل لل الليفل اللي بعده لكن ما عرفتش تتاهل فانت كده هتفضل في نفس الليفل اللي هو ليفل 0 ولكن لو ما حلتش بقى العدد الثاني اللي احنا حاطينه اللي هو وليكن 20 مساله فده اصلا بيحصل لك فلتره ومش بتعرف تخش تشارك تاني في التدريب مش تاني الى الابد يعني بس مش بتقدر مش بتقدر تشارك تاني في التدريب ده الموجود حاليا السيزون اللي شغال تمام بعد كده برضو حضورك للسيشنات ده بيبقى عليه آه ده بيعتمد عليه برضو انت هتتفلتر ولا لا الفلتره دي يا جماعه بتحصل كل اسبوع والعدد بتاع المسائل هتعرفوه وعدد الحضور السيشنات برضو هتعرفوه طبعا ممكن يبقى ما عندك عذر فوقتها انت بتبعت عذر ان انت مش هتقدر تحضر السيشن الفلاني او الكونتست الفلاني لان برضو الفلتره بتعتمد على حضورك للكونتستات يعني احنا بنعمل الكونتست كل اسبوع دي علشان نقيس فيها مستواك ونعرف مستوى الطلاب بالنسبه للتمرين عامل ازاي يعني لو في ناس مستواها سيء فنعرف احنا قصرنا في ايه او الغلط عندكم في ايه ونحاول نحسن ده اخر حاجه بقى وهي البلاك ليست في حاجات كده بعض الحاجات يعني انت لو عملتها تتحط بلاك ليست اول حاجه زي ان انت مثلا تخرج من الجروب من غير ما تستاذن السبورت بتاعك او تقول سبب واضح او عذر مقبول فوقتها انت بتتحط بلاك ليست وده معناه ان انت مش هتقدر تخش الكوميونتي ده تاني خالص ولا هتقدر تشارك في المسابقه اللي هي الاي سي بي سي تاني حاجه وهي الغش في انواع كتير قوي للغش انت ممكن تغش من على شات جي بي تي بقى ممكن تنقل من صحابك ممكن تجيب الحل من على النت آه كل ده بيبان وكل ده بيتعرف ووقتها لو اتقفشت وانت بتغش فوقتها بتتحط بلاك ليست ومش بتخش الكوميونتي ده تاني عاوز آه برضو اقول حاجه كده ان بالنسبه يعني للغش وحل المسائل الكتير اللي في قيمة قليل او المسائل الكتير اللي في الفاضي ده مش حلو ومش بيفيدك والغش انت كده بتضحك على نفسك ومش هتستفيد اي حاجه اطلاقا وغالبا ما حدش بيعمل كده غير الهنود يعني فما تبقاش مش عايز مش عايز اقول ما تبقاش هندي يعني بس حدش بيعمل كده غير الهنود تمام آه بس كده يا شباب لو حد عنده اي اسئله يتفضل اي عند حد عنده اي استفسار حاجه مش واضحه يتفضل يا شباب يا شباب ها يا يعني مصدر او مصدرين نتعلم منهم السي سي بلس بلس أه المصدر الاول وهو الكوميونتي ال لان الكوميونتي هيقدم هيقدم سيشنات لتعليم السي بلس بلس والمصدر الثاني هو دكتور مصطفى سعد أه في أه هو عامل بلاي ليست مكثفه للسي بلس بلس برضو تقدروا ان انتم تشوفوها أه وبس يعني دول مصدرين كويسين جدا حد عنده اي سؤال تاني لو عاوز يسال حاجه عادي يسال يعني ما يتحركش دكتور مصطفى سعد على ده ده اليوتيوب ولا مصطفى تاني اا آه، تاني بعد اذنك دكتور مصطفى سعد ده ده على آه. اليوتيوب ولا تمام اه لا هو دكتور مصطفى سعد موجود على اليوتيوب وهو كمان بس مش شارح سي بلس بلس فهو برضو من الناس اللي احنا هنرشح لكم ان انتم تتابعوا القناه بتاعتها وهنبعت لكم اللينكات اي اسئله تانية بخصوص التدريب مثلا بخصوص الحضور في السيشنات بخصوص الحضور في الكونتستات اي حاجه متعلقه يعني مثلا بكود فورسز اتفضل أه انت دلوقتي بتقول السيشنات شرح فيها سي بلس بلس صح؟ اه طب لو انا عايز اشتغل بايثون يعني عادي جميل احضر السيشن يعني هو لازم احضر السيشن ما انا كده مش مش شرط احضر السيشن صح؟ آه هو يعني مهم ان انت تحضر السيشن لان ده هيفرق في مستواك قدام ان انت تفهم مثلا الداتا تايب او 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 ال أو, او كل الكلام ده فده هيكون مهم ليك برضو يعني ما هو كده انا اللي هو مثلا دي مش شرح سي بلس وانا ببقى شغال بايثون اه يعني عادي ان إيه؟ انا ما اقدرش إيه لا يعني إيه هو انت كده هتستفيد واللي موجود هيكون إيه اللي موجود في السيشن يعني هيفيدك سواء انت بتحل بسي بلس او بتحل ببايثون لان اللي موجود في السيشن مش بس بيشرح اللغه هو كمان بيشرح الالجوريزم فانت سواء هو بيشرحها سي بلس بلس او بيشرحها بايثون فانت كده هتستفيد تمام <applause> يعني هو بس سي بلس بلس هتكون كتول بس يا شباب ان هو يشرح بيها الالجوريزم يكون فيه بس كام سيشن بيشرحوها هي بالذات وكمان برضو حاجه بالنسبه لسي بلس بلس وبايثون ف يعني الافضل ان انكم تشتغلوا سي بلس بلس وده هتحتاجوه قدام يعني انت لما مستواك يتطور شويه هتحتاج ان هتلاقي ان انت محتاج تحل سي بلس بلس وده لاسباب كتير يعني حد محتاج يقول حاجة تاني؟ لو سمحت يا باشمهندس ولو أنا الماس مش أفضل حاجة فده هيكون عائق معايا في الرحلة؟ آه لا خالص ده مش هيكون عائق آه في كمان سيشنات هتكون عن الماس وفي مواقع هتترشح بتزود مستواك في الماس بس المهم إن أنت تكون عاوز تتطور في الماس يعني ما تسيبش نفسك إن أنت سيء في الماس آه, أه أنت ممكن توصل لمستوى كويس جدا من غير ماس آه ولكن آه إحنا عاوزين الأفضل. وانت برضه لنفسك هتكون عاوز الافضل تمام ف حاجه مع بعض تفضل اه لو انا بقى مش موجود في الكليه بتاعه اه اه. حاسبات دمياط لا عادي اكمله ولا اه طبعا تمام اه, اه عادي مش شرط يا جماعه تكون موجود في حاسبات ومعلومات انت ممكن تكون في اي كليه عادي انا مش في حاسبات ومعلومات اه ده عادي يعني ملوش علاقة الكوميونيتي تبع جامعة دمياط ومش تبع كلية حاسبات. هو أنا مش في الجامعة أصلاً. مش في الجامعة؟ لأ. أنا في آه... الجامعة. أه هي دي مشكلة لأن لأن وقتها أنت مش هتعرف يعني أنت ممكن تشارك في المسابقة تبع تبع المعهد أو الجامعة اللي أنت موجود فيها ولكن مش هتقدر تشارك تبع الكوميونيتي بتاعنا. ولكن عادي ممكن تكمل التدريب مفيش اي مشكله خالص يعني في ناس كتير بتتدرب في الكم... في بتاع جامعات معينه ولكن بتحضر المسابقه مع الجامعه بتاعتها تمام شكرا تمام عفوا حد تاني عنده اي اسئله يا شباب دلوقتي داتا ستراكشر دي م... حلو. يعني دي اللي هو لازم اتعلمها اثناء يعني اثناء التعلم البروبلم البروب سولفنج معاكم ايه معلش السؤال عشان مش واضح الداتا ستراكشر اه ثواني معلش يا شباب ثواني دي لازم تاني معلش اتفضل الـ data structure دي مو يعني مهمة تعلمها في الـ Problem سولفينج عموماً؟ آه طبعًا مهمة جدًا مهمة جدًا زيها زي الـ algorithm وفي algorithmات كتير و advanced بتعتمد على الـ data structure يعني هيتم شرحها إن شاء الله ولا؟ آه ولا... هيتم شرحها وبشكل جميل يعني و وإن شاء الله تفهموها يعني وهي مش معقدة زي ما زي ما مشهور عنها زمان قبل كده يعني اللي هي بتستركشر جميله مش حاجه لا حاجه انا بس انا لك... لان انا اولى معرفهاش اساسا أمم. آه, اه اه لا عادي هتعرفها وهتكون متفوق فيها جدا كمان و... وكون يا شباب ان انتم بتشاركم في ده إه فده بيحسن مستواكم جدا كمان دراسيا يعني مش ده مش ده معناه انك تجيب درج... انك هتجيب درجات عاليه يعني لكن ده بيكون مستواك عالي يعني انت لما لما تدرس دلوقتي الداتا ستراكشر وتبدا تشتغل بيها غير لما لما تدرسها بس بشكل نظري ده هيفرق معاك جدا يعني اي اسئله ثانيه يا شباب هل في مشكله لو ما تاهلتش لليفل 1 اكتر من سيزون ورا بعض لا عادي ما فيش مشكله ولكن يعني آه هي ما فيش مشكلة يعني بالنسبة لنا ككوميونتي لكن دي كده ممكن مشكلة تكون بالنسبة لك يعني أنت مثلا حابب تفضل يعني قصدك بسؤالك أن أنت حابب مثلا تفضل في ليفل زيرو؟ أنا مش عارف صعوبة التأهل لليفل 1 فبس آه. على السؤال ده والله عندي وقت إيه معينة آه هو عموما التأهل بيكون مرة وبيكون في حالات استثنائية برضو زائد هي مجموعه من الخطوات هو مش صعب ولا حاجه انت بتحضر سيشن وليكن مثلا ان انت اتشرحت توبيك معين مثلا وليكن باين ريسيرش او ايا كان الحاجه اللي اتشرحت فانت فهمتها بنسبه 50% من من المينتور اللي بيشرحها فوقتها بتاخد الشيتات بتفضل تعافر فيها شويه بتحل اللي انت عارفه بتحل على الاقل 50% اللي انت عارفهم بعد كده بيبقى في سيشن براكتس فوقتها بتحصل كمان مثلا 20% بتوصل ان انت وصلت 70% بتبدا تاني مع نفسك قبل قبل المسابقه اللي هي الاسبوعيه بتبدا ان انت تجرب تاني في في الشتات وتحل المسائل اللي ايه اللي المينتر حلها في سيشن البراكتس فوقتها ايه بتزيد كمان شويه بعد كده بتخش الكونتست وبعد ما تخلص الكونتست بيكون في سيشن ابسولف لكل المسائل اللي موجوده في الكونتست ده بيحسن برضه مستواك وغالبا آه كل الافكار بتكون متغطيه يعني انت لو خلصت الشتات فغالبا آه هتعرف تتاهل آه غير كمان كده ان السيشن هتكون مسجله ومرفوعه على اليوتيوب فتقدر تشوفها اكتر من مره فما تقلقوش خالص يعني آه التدريب جميل يعني مو صعب ولا حاجه هو مش الصعب ده ان هو اقصد ان هو سهل ان انت توصل لده بسرعه لكن اقصد ان هو مش معقد لكن انت هتحتاج تشتغل على نفسك حبه حلوين يعني. حد عنده اي اسئله؟ هو المشاركه للطلاب بس ولا ممكن خريج كمان؟ هو لا هو المشاركه للطلاب بس وفي حاجه كمان بس انا نسيت اقولها ان انت معاك خمس مرات بس تقدر تشارك فيهم في المسابقه دي. ومرتين بس في الاي سي بي سي ولكن اعتقد يعني لو انت لسه ما خلصتش الخمس مرات بتوعك وعملت ماجستير مثلا او اي حاجه فوقتها عادي تقدر تشارك برده طبعا الجامعه بالنسبه للمحاضره المحاضره مش مهندس بالنسبة اللي ممكن يفوت المحاضرة وعايز يتفرج هم. على اليوتيوب يعني في مشكلة؟ هو غالبا اه يعني لو هو غالبا انت هتسيب ال السيشن لحاجتين يا اما انت عارف التوبك وقتها انت بتتواصل مع المنتور يا اما عندك ظرف وقتها برضو بتتواصل مع المنتور ولازم يكون عذر مقبول وبرضو انت مش مش هيكون معاك ان انت تحضر كل السيشنات اجباري ولكن هيكون نسبه معينه هم مش سيشنات كتير هم غالبا سبعه بس هي مدة التأهل قد إيه؟ إيه؟ مدة التأهل قد إيه؟ نسبة التأهل قد إيه؟ لا لا المدة يعني إحنا بنقعد مثلا في دورة التأهلية دي كام أسبوع أو كام شهر مثلا أوه. آه ماشي هو على العموم آه، في سبع أسابيع أو ثمانية على ما أتذكر آه، دول فيهم آه، توبكس وفيهم كونتستات وفيهم نفس الكلام اللي إحنا قلناه وبيكون في آه، ثلاث أسابيع تانيين فيهم حل جنرال ووقتها آه، بيبقى فيه الكونتست التأهيلية يعني كله على بعضه كده ممكن عشر أسابيع وبرده عاملين حسابنا آه، للميد تيرم والفاينل وكل الكلام ده حد عنده اي اسئله كمان بيبقى في محاضرات في الجامعه ولا ولا كله اونلاين هو لحد دلوقتي كله اونلاين لكن وارد جدا ان يكون في محاضرات في الجامعه لو حابين يعني ومش هيكون الحضور عليها اجباري يعني لو ده حصل مش هيكون الحضور عليها اجباري ولكنها تكون مسجله برده اي اسئله كمان يا شباب بالنسبه للكونتست <applause> يوم؟ لسه ده يبلغكم بيه تيم السبورت بس هو غالبا الكونتست هيكون يوم حد او اتنين مش عارف بصراحه او جمعه يعني هو واحد من دول بس ده هتعرفوه يعني من تيم السبورت والكونتست اللي هي الأسبوعية دي بيكون اونلاين مش بيكون اوفلاين لكن ممكن يبقى في كده كل فين وفين كونتست اوفلاين بلس ان احنا uh, بيفضل عندنا uh, المسابقه بتكون شهر 8 بيفضل عندنا وقت uh, تقريبا ثلاث شهور بنكون بننزل اوفلاين uh, مسابقات في الجامعه uh, وقتها ما بيكون كونتوا التيمات يعني كل واحد uh, هيكون في تيم مكون من ثلاث اشخاص وده طبعا ممكن ما يتكونش على حسب انت عاوز مين ممكن يبقى في حاجه مسابقه تيم فورميشن وقتها ده بيتحدد من منها التيمات يعني يعني مثلا اول ثلاثه ممكن يبقوا في تيم ثاني ثلاثه يبقوا في تيم وهكذا وقتها بقى بتشاركم في الجامعه بنفس الشكل اللي انا وريته لكم اي استفسار تاني يا شباب إنت عايز اسال بس هو ازاي عدل الريتنج بتاعي يعني اللي هو اوصل بيوبل او كده ماشي انت مثلا عاوز توصل بيوبل فانت محتاج تحل او تجيب رانك في المسابقات عالي كذا مره ورا بعض او حتى لو هتنقص وتطلع فده محتاج ان انت تذاكر توبكس معينه على الاقل تخلص ليفل زيرو بشكل كامل ده اقل حاجه و بالنسبه للريت فانت عشان توصل بيوبل فانت محتاج تحل مثلا مسائل 1300 كتير وتشارك في مسابقات فيرشوال كتير وما تفوتش ولا مسابقه سواء هتنقص او هتزيد يعني انت لازم تخش انت في المسابقات علشان تاخد على جو المسابقات حاجه كمان ان دايما وانت مشارك بشكل فيرشوال او او وهمي ممكن تعمل اداء احسن من اللي هتعمله في الحقيقه وده لاسباب كتير جدا منها التوتر وكده فلازم أن تعود نفسك ان انت تشارك في المسابقات اللي موجوده على كود فورسز وتحل مسائل كتير من البروبلم ست لان ده بيكون فيها الستايل بتاع كود فورسز ان يعني هي دي المسابقات يعني هي دي المسائل اللي, اللي بتيجي دايما في المسابقات فانت مثلا بافتراض ان انت فضلت ثلاث اسابيع او اسبوعين بتحل بروبلم رقم سي في المسابقه فانت اكيد في مره يعني لو انت مثلا بتحلها و, و... وبتعلق فيها شويه مثلا فبتشوف التوتوريال وبتتعلم منه وهكذا هتيجي في مره هتلاقيك بتحلها هتشارك اه مثلا اول مره في الكونتست ومش هتعرف تحل تاني مره مش هتعرف تحل ثالث مره برده ممكن ما تعرفش تحل لكن طول ما انت بتابسولف تيجي المره الرابعه تلاقيك بتحل عادي وممكن تحلها وبعد كده ترجع ما تعرفش تحل تاني هي كده لحد ما ما انت مستواك فعلا تلاقيه زاد مرة واحدة وممكن ما توصلش بيوبل ممكن تلاقي مستواك عالى جدا مرة واحدة هي يعني بتبقى كده اللي هي المسابقات بتاعت كيت فورسز مش الكوميونيتي بتاعتنا صح؟ اه خلاص تمام تمام حد عنده استفسار تاني في حد رفع ايده لو عاوز يسال يتفضل في حد رفع ايده رحيم تقريبا حد عنده استفسار يا جماعه شباب اي استفسار تمام كله تمام كله فاهم كل حاجه كل حاجه واضحه يا باشمهندس بس اتفضل دلوقتي لو البدايه بي إيه سي سي يعني اول حاجه عملها خالص او قبل كده ما مهتم او كده عادي ولا هو خليت لازم يكون عندي معرفه قبل عن كده آه، معلش قلت عندك معرفه في ايه تاني اه يعني بتقول لازم ان يكون عندك معرفه ولا لا يعني؟ يعني لو البدايه معاكم عادي ولا اه جدا هو الكوميونتي اصلا يعني بياخدك من نقطه الصفر لحد ما توصل ليفل 2 تو. ملهاش اي علاقه يعني بتضايق قبل كده ولا لا اطلاقا وهيكون معاك سبورت وهيكون معاك كل حاجه لو انت احتاجت اي اسئله هيكونوا موجودين معاك طب حاجه ثانيه معلش بالنسبه عشان الكليه وكده اه ولو عاوز امشي بيها هيكون عائق شويه هو مش هيكون عائق ولا حاجه اطلاقا ولكن يعني احنا بنقول دي حاجه لنفسكم انت هتحتاج قدام ان انت تشتغل سي بلس بلس ومش مشكله على فكره خالص ان انت تكون شغال بالاثنين مش هتواجه صعوبه برضو لكن احنا بنقول ان انت تركز في حاجه واحده وبنرشح سي بلس بلس لكن برضو بقول ان انت مش هتواجه اي مشكله لو انت اشتغلت ببايثون حد عنده استفسار كمان يا شباب؟ اي استفسار طب اسال انا السلام أه أه عليكم. اتفضل معلش يا باشمهندس وانا كان عندي لحضرتك سؤالين بس معلش اتفضل دلوقتي انا كمازن انا بستخدم التابلت بتاعي في ان انا اذاكر عليه البروجرامنج وكده ف ايه المرحله اللي انا فيها ان انا استغنى عن التابلت واضطر ان انا استخدم لابتوب والله شوف انا فضلت سنه كامله شغال على التابلت كنت بجيب كيبورد عادي وبوصله باوتو جي وعادي وشغال أه ولكن يعني بقى لما بدات ادخل مسابقات وكده يعني لقيت ان انا محتاج كمبيوتر فوقتها جبت كمبيوتر يعني لكن تقدر تتعلم يعني خصوصا حته التعلم فانت تقدر تتعلم أه وتقدر تحل مسائل وكل حاجه ومثلا حاجه زي ان انت تشارك في المسابقات في الجامعه ده مش هيعطلك اطلاقا لان هيكون في كمبيوترات هناك اتفضل قصدي ف... يعني ان انا لما الموضوع الرسميات رسميات هاضطر ان انا استخدم لابتوب او, أو يعني كمبيوتر لا بتقول لما ايه لما الموضوع يدخل في الرسميات او المسابقات او يعني الموضوع يبقى اوفيشال اكتر لا لا برضو يعني انت في الجامعه هتشتغل على كمبيوترات الجامعه او هتشتغل على لاب زميلك في الفريق يعني في خمسين طريقه ممكن تشتغل بيهم انا بتكلم على المسابقات يعني حتى برضو المسابقات اللي هي موجوده على في الكوميونتي اللي احنا هنعملها بشكل اسبوعي فانت ممكن تخش من على التابلت بس لو عندك كيبورد مثلا او كيبورد وماوس فانت ممكن توصل بي جي وتشتغل عادي على اي اديتور وتحل يعني هو الموضوع مش بيتطلب منك اكتر من ان انت تقرا المساله وتجيب الحل في دماغك او تكتبه على الورق وبعد كده تعمل امبلمنتيشن زي ما احنا قلنا ممكن بس لأشياء. يعني تحتاج كمبيوتر بعدين لما تلاقي مثلا ان انت محتاج بقى تشارك في مسابقات على كود فورسز وتحسن الريت بتاعك هتلاقي ان ده بيعطلك شويه زي ان انت مش هتعرف تسلم الكود بسرعه مش هيكون في سلاسه مثلا يعني بالنسبه لي كانت مشكله ان انا ببدل بين اليو اس بي قصدي وال... بين الماوس والكيبورد ما كنتش معايا معايا وصفه باثنين فكده يعني حاجات زي كده يعني تمام حاجه تانية يا باشمهندس معلش دلوقتي انا لما احب في البرمجه ابدا بالبايثون ولا بالسي بلس بلس؟ نرشح بردو سي بلاس بلاس ولكن بايثون مش هتضر اطلاقا بس نرشح سي بلاس بلاس طيب عشان بس هو ال... كان الجهاز فصل مني فما سمعتش حته قنوات اليوتيوب انا لما احب اتابع حد على اليوتيوب اتابع مين؟ والله في قنوات عربيه في قناه دكتور مصطفى سعد دي من احسن القنوات في العالم مش في مصر بس في ناس كتير مستوى عالي يمكن مثلا من من افضل 100 في العالم بيرشها دكتور مصطفى سعد وفي قنوات اجنبيه هنبعت لكم اللينكات بتاعتهم زي مثلا لو عاوزين تكتبوا في واحد اسمه اريكتو وفي جالين كولين في ناس كتير فالافضل ان احنا هنبعت لكم اللينكات بتاعتهم في رساله هيكون مجمعين فيها كل ده ان شاء الله انا حابب ان حد يبدا معايا من الصفر من ما خالص يعني من البدايه هو عموما التدريب بادئ من البدايه خالص من اول من اول يعني ايه اصلا لغه برمجه لحد ما توصل لليفل التنين فما تقلقش تمام شكرا لحضرتك العفو العفو اي استفسار تاني يا شباب؟ مواعيد نزول الأممي. طب اتفضل على اليوتيوب على الفيديوهات ممكن تنزل امتى؟ سجل. ايه. آه غالبا بالكتير آه لا اما هتنزل آه بعدها بيوم آه لا اما بيومين بالكتير يعني آه السيشن السبت فهي لا اما هتنزل الاحد لا اما الاثنين بالكتير تمام تسلم يا هندسه يا غالي آه كان في حد آه يسال تاني بالنسبه للبرمجه هو ما بيحتاجش امكانيات صح يعني عادي اللي هو مش حاجه تقيله مثلا طبعاً لا لا اطلاقا مش اي حاجه تقيله خالص عادي بس حاجه تشغل الايديتور بس تمام انا مش مهندس لو سمحت اتفضلي هو الافضل متابعه على اليوتيوب محتوى عربي ولا انجلش والله يعني يعني دكتور مصطفى سعد كويس جدا يعني ومرشح من ناس اجانب عاليين جدا جدا يعني يمكن من اشهر الناس في مجال الكومبيتيتيف بروجرامينج ولكن يعني هي حاجات وحاجات يعني هننتقل كده بعض التوبكس من هنا وبعض التوبكس من هنا تمام شكرا العفو كده لسه اتفضل الصوت مليم. مش واضح الصوت مش واضح هيبقى لسه في حاجه كمان هتتقال عشان اللي عنده بقى شغال كده وعايز يفصل ايه لا لا خلاص هو اللي عاوز يفصل يروح يا شباب تمام الف شكرا العفو طيب، حد عنده أي استفسار تاني يا شباب؟ أه معلش يا بنات السؤال بس أنت عندك تاني اتفضل بس الصوت بس مش واضح فممكن عندي برضه مش واضح؟ آه إيه؟ كويس طيب ولا؟ علي صوتك بس شوية علي هو واضح يعني بس محتاج يعلى كده سامعني كويس؟ آه اتفضل كان سؤالي بس بالنسبه لبايسون بس الداتا خلصت فنس... الداتا فصلت قصدي فما ما سمعتش يعني. بالنسبه لبايسون بس أه. بلس للكليه يعني لان الكليه عندنا هنا بايسون اه انت يعني إيه. انت شغال بايسون عارف. يعني؟ اه اه طبعا هنا الكليه فاقدر ان انا اعمل ايه مثلا؟ اسيب بايسون خالص واشتغل سي بلس بلس ولا هو لا عادي خالص ممكن ما تسيبهاش اطلاقا <applause> انا عن نفسي شغال بالاثنين ااا إيه. فتقدر تتدرب سي سي بلس بلس وتقدر تتدرب بايثون برضو وعموما حلك للمسائل ببايثون فده بيعلمك اللغه كويس جدا وبيخليك تقابل مشاكل اكتر بكتير من اللي هتقابلها في الكليه ومستواك هيعلى جدا فلا مش هتواجه مشكله يعني ما تقلقش انا اقصد ان فكره الشرح مثلا في الـ في الكوميونتي وكده هيكون بسي بلس بلس فدلوقتي لو عايز مثلا اشوف الشرح ممكن اخد الكونس يعني اخد العنوان مثلا بتاع الحاجه سرش عنها ولا هو... ادخل اشوف الحاجه وممكن افهم بالنسبه للغتين يعني تمام حلو الحته دي بص اولا احنا قلنا ان ان احنا بنرشح سي بلاس بلس لان حته انك تلاقي شرح الحاجه دي بايثون هيكون قليل جدا خصوصا لو في توبكس صغيره كده بين السطور فغالبا مش هتلاقيها كويس قوي بس هتفهم كويس جدا على فكره في سي بلس فكل اللي انت محتاج تفهمه هو الالجوريزم يعني هو محتاج يقول لك بس ان انا هعمل ان انا همشي وهيبقى عندي مثلا متغير هفضل اجمع عليه ايه الارقام دي فانت بتعمل نفس الكلام عندك في بايثون وبس تمام تمام فهمت حضرتك شكرا بشغل. لكن ما تقلقش اطلاقا يعني يعني واحده واحده لما لما تبدا تحضر سيشنات الداتا ستراكشر هتلاقيك بدات تتعلم سي بلس بلس من نفسك يعني من غير ما تشوف فيديوهات اصلا عادي إيه؟ بالنسبه طبعا. الاولى عادي ما لهاش إيه. علاقه كلية او آه كده لا انا م... ما لهاش علاقه لا أه... هتتعلم داتا ستراكشر وهتكتشف عادي ان هي عاديه جدا وزي ما الناس بتقول على الجروبات انا عارف هتلاقيها بسيطه أوه. عادي يعني كده ايه بس انا يعني ان هي تقيله وكده ف لا لا ما فيش حاجه تقيله خالص يعني اللي انت داخل فيه ده هو غالبا اعلى مستوى ممكن توصل له كمبرمج فما تقلقش خالص هتشوف بعد كده ان ده بسيط وان الناس كانت بتبالغ شكرا بشكرا. بس اهم حاجه ان انت ما تحطش ده في دماغك يعني ان ده صعب وان وان ده سهل تمام شكرا العفو وان شاء الله يا باشمهندس يعني اول ميعاد اول ميعاد شرح عندك اول ميعاد شرح ان شاء الله هيتبعت لكم النهارده واحتمال كبير يكون بكره هيتبعت لكم النهارده على من تيم السبورت هيتبعت لكم النهارده من تيم السبورت تمام تمام ماشي حد عنده اي سأ... اسئله ثانيه اي اسئله ثانيه يا شباب شباب حد كده عنده سؤال محروج يقوله عادي يقول حتى لو شايفه مش مستاهل يعني يا شباب <applause> أه حد عنده اي استفسار تاني يا شباب ولا كده خلاص حد رافع ايده يعني لو دي تاني مره شوف رافع ايده أه في حد رافع ايده يا شباب عاوز يسال حاجه لو عاوز يسال حاجه اتفضل يا شباب أه حد عنده اي استفسار تاني يا شباب؟ طيب آه احنا كده خلصنا سيشن النهارده آه لو حد عنده اي استفسار تاني او حاجه ممكن يتواصل بقى مع السبورت بتاعه وان شاء الله هنبعت لكم اللي قلنا عليه سواء التشانلز او او حتى ماتريال سواء كتب او كل ده ومحدش هيتردد ان هو يسال اطلاقا وزي ما قلت برضو ما تكونش قاسي على نفسك في المقارنة وبس كده يا شباب شكرا اللي عاوز يتفضل ممكن يطلع عادي دلوقتي